هذا التراشق في وسائل الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذا التراشق بالكلام البذيء هل يعتبر من الغيبة والنميمة؟ والله يعتبر من الغيبة وخسة ودناءة النفس وقل الحياء. هذه أشياء يا إخواني سفيهة، ينقل يبلغنا عمل التواصل الاجتماعي من أشياء سخيبة هابطة، يعني بتهم هابطة ساقطة لا يليق يتكلم بها ولا يطعن في الإخوان المسلمين بها. التواصل الاجتماعي يستغله أعداء الإسلام، وأظن هذه المواقع السيئة تبث من خارج المسلمين، لأن إن شاء الله بلادنا وأبنائنا إن شاء الله عندهم من الدين ما يمنعهم من هذه الألفاظ البذيئة، فهذه ما يبث من خارج البلاد لأجل إفساد الأخلاق وتفريق الناس، فيجب أن نصم معنا أسماعنا وأن نحذر من شر اليوم كائدها.